اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده. كنتمنى باش تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في القناه المتواضعه. في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا الجزائري شوقي داير لايف في التيك توك وطلع مع واحد الجزائري وكيقول بانه كان جندي سابق وخدام في تندور. مهم اصدقائي الاعزاء، كيعطي معطيات وكيقول بان البوليزاريو كان عندهم تما واحد السوق وكانوا كيبيعوا المواد الغذائيه للجزائريين في تندور. اصدقائي الاعزاء، ما ندخلش معكم في التفاصيل، غادي نخليكم نتوما اللي تتفرجوا وتعطوني الاراء ديالكم في قناه التعليقات. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. واش دخل شباب ماشي شباب اسيدي؟ انا البطوش تزوج مع المانيه وجابني يا خويا. روح ما كاش منها، تهضر جزائري بيان انت، ما تونسي ماك مغربي. لا لا خلينا منها، خلينا من هذه كامل. انا اللي الشيء شدني انني كي قلت لك من جمهوريه تندوف، قلت لي انت بوليساريو تسميتك عاديه. اي حسبتك كيما هكا سيري، اسمح لي شوقي نعاودو من البدايه. والله غير سيري نعاودو ما عنديش بزاف خويا. والله ما اسمح لي شوقي خلينا نهضر. والله ما نعرفك، عندي ما عنديش بزاف. هذا اللايف ثالث ولا رابع راني نشوف فيك، نتبع اللايف تاعك راك فاهم، وما عندي حتى فكره ضدك ولا معك، نتبع وصاي. اسمح لي خويا، انا ما يهمنيش شخصك وما يهمكش شخصي. انا قلت لك انت كنت عسكري في تندور. لما قلت لك انا من جمهوريه، انا عايش في فرنسا. الله يبارك فيك. والله انا عايش في فرنسا الحمد لله. شفت اللايف تاعك، بغيت هكا تقدر خويا. خلينا من انا وانت درك راك فهمني في الفكره. انت تتفق معي انه كاينه جمهوريه تندور اللي يحكمها البوليساريو. جمهوريه تندوف يحكمها بوليزاريو. صافي تندوف في الجزائر هي جمهوريه تندوف. انا نعرف جمهوريه جزائريه ديمقراطيه شعبيه، ونعرف باللي الصحراء الغربيه مدعمتها الجزائر كما بزاف بلدان مدعمينها. ما هي الصحراء الغربيه هذه اللي تحكي عليها؟ ما هي الصحراء الغربيه هذه؟ ما هي الصحراء الغربيه؟ الصحراء الغربيه انا ما نعرفش، انا نقول الغربيه لساني يزلق معنا باليش. هما يقولوا معليش كل انسان وفيه عنده حق. على بالك كيما مثلا حسن نصر الله ما عمره ما ربح المعركه تاعو ضد حرفها، يقول لا ايران. وعلى بالي هو عندي الصحراء الغربيه نقول القربيه. معليش قول قربيه ولا غربيه، المهم راك عارفها وين جايه. ايوه سمعت راهي جايه. بصح المشكل جايه في تندوف. نو جايه حدا تندوف. تندوف تسمى راهي جزائر وصحراء غربيه. بصح خويا على بالك انت عسكري مثل مؤسسة كنت في الخدمه الوطنيه ماشي عسكريه. كنت في الخدمه الوطنيه وفي تندوف طلعت معايا، قلت لي هل انت جزائري؟ قلت لك انا من جمهوريه تندوف. قلت لي انت انت بوليساريو. بوليساريو يتحكم في تندوف. بوليساريو يتحكم في تندوف؟ انت اللي قلت ماشي انا. لا ما قلتش انا البوليساريو تحكم في تندوف. انا مين قلت لي انا ما تندوف؟ حسبت بالك من دوك تاع البوليساريو النازحين هذوك اللي راهم لاجئين عندنا. كاين في تندوف تما كاين مخيمات تاع البوليساريو. خويا بديت ترجع شويه تبدل في انا قلت لك وعلى بالك المشكل في اللايفات هذه. شوقي والله اسمعني نقطع لك الهضره شوقي. كي قلت لي انا من جمهوريه تندوف وكاع منا، انا حسبتك انت من دوك هذوك البوليساريو اللي اللاجئين عندهم مخيمات. استنى برك اخويا نفهمهم برك، اصبر من الناس كاين اللي ما يفهموش باش نفهمهم. فاهم منهم الاسياد في تندوف باش يفهموا برك كصور ديستخي باش نعطي صوره. فاهم. هذه هي جمهوريه تندوف خويا. جمهوريه تندوف صح، اول مره اسمع بها. صور الله يبارك في تجمع، هذا تجمع سياسي باسكو هما حنايا تسمى في البوليساريو نحروا الاراضي بالرقص. انت يحبوا يرقصوا صح ولا لا؟ انت كنت في تندوف يحبوا يرقصوا؟ لا كنت تندوف، انا كنت عسكري نخرج سبيكتاك، كنت نشري صوالحي وندخل الكازيرنا حتى كملت السيرفيس تاعي. ما حضرتش لا 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 ما نكذبش عليك والله ما حضرت. لا جامي لا ما نكذبش. يعني باسكو نزيد برك نفهمهم خويا. البوليساريو كي تشوف لو كان مثلا انت مرا تاع البوليساريو تحب تتزوج بها ولا تروح مثلا تقول لها انت انا جزائري، تقول لك مشي ديكاج. ولو كان تكون في المواقع تبلوكيك، تقول لك انتم بلاد الطوابير وحنا بلاد العز، حنا عندنا الاموال خويا ملايين الدولارات. شوقي اسمح لي، انا كنت في تندوف تما وكنت نسمع ونشوف بعيني البوليساريو يعاملونا بيان، وعندهم اسواق تاعهم خاصه يبيعوا كاع السلع تاع اللي تجيهم من اللوني من الامم المتحده يبيعوهم لنا، يبيعوهم للشعب هاك فاهم. والله كيما خويا انت راك تدافع عليهم ولا راك تورط فيهم؟ لا نخبرك الواقع عشان شفت انا ماني ندير. صح خويا انا ما قلت والو، تفضل انت اللي كنت. والله اي والله نشوفوا السلع تاع لوني يتباعوا في السوق تاع تندوف بالخميس والجمعه. سمعتني؟ اسمع اسمعني
وناس ناس كيما جزائريين ناس مليح ما شاء الله ونساهم تاني نورمال. اه ما شاء الله خويا، انت اسمع شوف انت لازم البطوش يديرك محامي تاعو شخصيا. شكون البطوش؟ شكون البطوش؟ اه معليش معليش اسمع برك اخويا، وهما عندهم سيارات يدخلوها من اسبانيا، عندهم الحق يدخلوا السيارات تاني. اه واه كاينه هذيك، واه كاينه كاينه، مانيش نكذب، واه كاينه، واه واه. الجزائري ما عندوش الحق يدخل سياره فوق 3 سنوات، هما عندهم الحق يدخلوا السيارات من اسبانيا كيما يحبوا. شوف هما كانوا يعاملوهم كلاجئين، ميم كنت نروح بيرميسيون ويركبوا هما قبلنا، عندهم الاولويه علينا في الطياره، يركبوا هما بعد نركبوا حنايا. البوليزاريو سيفيلا سيفيل، يركبوا معانا في الطياره، يركبوا هما من قبل ومن بعد نزيدوا حنايا زعما صحاب السيرفيس، ولا خاطش حنا سيرفيس عندنا كعارف لا باي ما نقدروش نحكموا لا غوت شويه غاليه الاخر. الدوله طلعنا، انا كنت نسكن في الغرب، في الغرب الجزائري، الدوله تدير النقل هذاك مجاني بالطياره من تندو في الوهران. اسمعني ايوا البوليس حسن نقولك باش نفهموا الناس، تما انت مواطن جزائري وفي الجيش الجزائري. وافتخر افتخر مواطن جزائري. حسن حسن اخويا تما انت لو كان تحب تركب ويجي واحد البوليسار يقول لهم اصبر اصبر انا والله اليوم حاب نروح جهه وهران، يفوتوا هو قبلك انت يا. لا 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 تنظيم 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 باين في المطار. اسمعني في المطار في المطار تسيب البوليزاريو عندهم جهه وحدهم، يدخلوا يركبوا يحكموا البي داكس، يركبوا يطلعوا ومن بعد يعيطوا لنا حنايا نطلعوا نورمال نورمال عادي. ومن بعد انتوما كي تبقى الفضله كي يبقاو بلايص شويه يزيدوا يلوحوكم انتوما. لا 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 حساب، لا حساب في خويا دركا ما نبداوش دركا، قلت يطلع البوليزاريو يدخلوا. شوقي اسمح لي، لا لا وحدهم. شوقي اسمح لي، لا لا حاجه منظمه ريزرفاسيون، كي يعطيك ان تيتر دو بيرميسيون سيمانه قبل تري ريزيرفي لك في الكازينا تاعك، فاهم؟ اي والبوليس ريزيرفي ثاني، والبوليس ريزيرفي هو تاني مريزيرفي على حساب الكاباسيتي تاع الطياره. الا كاين اون بليس كاينه طياره واحده اخرى. هسنا خويا تسمى درك انت يا راك تقول لي بلي البوليساريو هادو، انت جزائري ما تقدرش تدخل سيارات فوق 3 سنوات، البوليساريو يقدر، البوليساريو عنده سوق يبيع للجزائريين المواد هذيك اللي تمدها لهم لونو يبيعها تاع البوليساريو. خير من اللي تتقاس وتفسد يبيعوها مساكين هما. معليش معليش باسكو شبعانين، باسكو شبعانين، باسكو خير ما تفسد، دونك هما شبعانين يبيعوها. يبيعوها نفسهم، اسمع يبيعوها نفسهم، ماشي زعما ما تقدرش تشريها، تقدر تشريها فاسي كيما كليش. بارك الله فيهم، هادو في الجزائر، هادو رحموا الجزائريين اكثر من النظام، دونك يبيعوا السلع ويعطيهم الصحه اللي يبيعوا لنا شويه رخيص المواطنين المساكن جيعانين، وزيد يركبوا معاك انت الجندي الجزائري في الطائره وعندهم ربما يا اكثر منك يا كيما انت، تما انت راك كيما واحد من البوليساريو. انت علاش كي كنت تتكلم قلت لي لاجئين، انت بالنسبه لك هذه ظروف عشت على لاجئين؟ انا تبالي لاجئين، مانيش عارف انا تبالي لاجئين. اخويا شفت اللاجئين السوريين في تركيا كيفاش عايشين ولا ما شفتش؟ لا ما شفتهمش خويا، والله ما شفتهم. اي روح شوفهم باش تعرف اللاجئين، بصح انا شكيت اللي تراك تحكي عليهم معيشين عيشه الاسياد اخويا. سي نورمال كل بلاد وكيفاش تهلا في اللاجئين تاعها. اه نطلوا فيهم، احنا ما نطلوش في ولاد بلادنا. لا لا شوقي، شوقي يكون يجيك واحد انسان جزائري ولد بلادك وكاع ويقول لك راني مغبون ما عنديش وين نبيت هذه الليله وقعد، تبيتها ولا لا؟ تهلا فيه ولا لا؟ قول. انت جالي براني بصعيد عندي انا دركا خويا يقول لي انا راني بيت برا، ويقول براني يقول لي بيت برا، شكون نجيب نبيت؟ في زوج خيمه كبيره. ما عنديش بلاصه اخويا، الماكله عندي كيس، حنا رانا ما عندنا لا عدس لا لوبيا لا والو، عندي بيتهم في زوج تثبت برا. بيتهم في زوج تثبت برا. تبيتهم في زوج تثبت برا. ايه شوقي هذا هو الجزائري بحال وي. دونك حنايا اسمع حنا جبنا البطوس والبوليسار وبيتناهم وخرجنا الجزائريين برا. ها؟ واش فيها هذه؟ هذا هو الجزائري، هذا هو الجزائري ينحيها على روحه ويعطيها لخوه بن عم مسلم كيما هو. خويا انت تسقسيك برك، انت درك على من راك تدافع؟ راك تدافع على النظام الجزائري ولا راك تدافع على البوليسار ولا راك تدافع على شكون؟ مانيش ندافع على النظام الجزائري، انا راني ندافع على الجزائر، على بلادي هذا مكان. النظام الجزائري انا تعيد عليه مانيش قدو. انه اجانب يديو حقوق احسن من الجزائري عادي. وي ازي الو الو وي. كان هذا هو الفيديو اصدقائي الاعزاء ديال اليوم، شكرا لكم بزاف، سمحوا لنا كنا طولنا عليكم. الناس اللي باقي ما اشتركتش معنا مرحبا بكم، اشتركوا على الجرس باش توصلوا بجديد، كنحطوا دائما في القناه المتواضعه، ما نطولش عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والسلام عليكم.